ماذا تفسر ظهور أرواح القديسين في أشكالهم؟ يعني ممكن الروح تاخد شكل الجسد. يعني وردت دي حتى في سير بعض القديسين. القديس الأنبا أنطونيوس مرة قال عمود كبير في البرية سقط اللان، قالوا له مين؟ قال لهم القديس الأنبا أمونيوس رئيس، أو الأنبا أمون رئيس جبل المتوحدين في النتري. قالوا له إزاي؟ قال لهم رأيت روحه تحملها الملائكة في السماء. فطبعا إزاي عرف إن دي روح أنبا أمون، شكل أنبا أمون، يعني الروح واخده شكل المتوفى.